الأئمة إمام بعد إمام، وهو من مختصات فاطمة ومن ميراثها للأئمة. مصحف فاطمة أين يوجد؟ أين مع صاحب العصر والزمان؟ مع صاحب العصر أكيد والزمان. هو من ميراث الأئمة سلام الله عليهم. يعني يظهر الإمام صاحب الزمان ومعهم نعم فاطمة. مصحف فاطمة يقول: عندنا والله مصحف فاطمة ما فيه آية من كتاب الله، وإنه لإملاء رسول الله صلوات الله عليه وآله بخط علي رضوان الله عليه بيده، هذا في بحار الأنوار في الجزء 26 في صفحة 41. قال: وخلفت فاطمة مصحفا ما هو قرآن، ولكنه كلام من كلام الله أنزل عليه إملاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله، وخط علي عليه السلام.